نحن مع الدرس التاسع عشر حول سيرة المصطفى صلى الله على المصطفى. وصلنا في الأسبوع الماضي عند جلوس هذا الصبي المبارك صلوا عليه على فراش جده عبد المطلب، والذي كان أعمامه يحاولون إذا جاء محمد الغلام لكي يجلس عليه أن ينحوه عن هذا الفراش، فنهاهم عبد المطلب فلا يجرؤ أحد على الجلوس على فراش عبد المطلب إلا الولد، ويقول اتركوه إذا جلس على فراشي فاتركوه، إن لحفيدي هذا شأن عظيم. وقد تحدثنا على أنه بعدما سيموت عبد المطلب ستنتقل الرياسة من بني هاشم إلى بني عبد شمس إلى أبي سفيان، ولذلك فهو يهيئ هذا الغلام لكي يأخذ هذه المنزلة الرفيعة في قريش منذ نعومة أظفاره، فهو يفضله على أعمامه. وقفة إن شاء الله تعالى قصيرة حول هذه المسألة. إذن ظل عبد المطلب يرعى هذا الحفيد برحمته وطيبته إلى أن وافاه الأجل هو أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات. الله، موت الوالد وهو في بطن أمه، وموت أمه وهو ابن 6 سنين، ماتت في دفنت في الأبواء، ثم يموت الآن جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنوات. الله، فتنتقل الآن الكفالة إلى أحد أعمامه إلى بيت جديد هو بيت عمه أبي طالب. يا الله، فينتقل الغلام ابن 8 سنوات إلى بيت آخر فيه أولاد كثر، فيه أفراد كثر، وحالة أبي طالب شديدة، هو بالكاد يستطيع أن يتكفل بأولاده، فكيف وقد أضيف إليهم غلام آخر؟ يا الله، لا إله إلا الله. ولا نتحدث الآن عن البركات التي ستحل على هذا البيت الكثير العدد، فحيثما حل الطفل حلت البركات، كأن البركات تنتقل مع الحبيب حيث حل. صلوا على الحبيب. يا الله، انظروا إلى هذه الحركة، حركة الطفل يخرج من بطن أمه على الحالة التي عرفنا، وينتقل إلى ثويبة لكي يبارك الله في نقلته إلى هذه الدار لكي يحرر الله ثويبة، وينتقل إلى حليمة إلى تلك القرية إلى قبيلة بني سعد بن بكر فتحل البركات، فيعود إلى بيت أمه لكي تكفله أمه وتحضنه أمه، فتحدث ما يحدث من البركات، فينتقل بعد وفاة جده إلى بيت عمه فتحل البركات على هذه العائلة الكثيرة النفر الكثيرة العدد. سنتحدث عن ذلك. إذن كان المتكفل هو جده عبد المطلب، وكانت تحضنه امرأة تسمى صفة أبيه بركة، أم أيمن الحاضنة الثانية التي سيجوجها النبي لزيد بن حارثة، والتي ستنجب أسامة بن زيد الحب بن الحب. الله،
لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما معنى أن يموت كل متكفل بالنبي وهو صغير؟ ما معناه؟ ما معناه؟ ما الدروس الذي تأخذونها؟ لماذا لم يعش أبوه حتى يربيه؟ لماذا لم يعش جده حتى يربيه؟ ولماذا حينما كفله عمه أبو طالب وأدرك معه الإسلام مات أبو طالب عن الشرك ولم يؤمن ولم يسلم؟ لماذا؟ كل الكفلاء الذين كفلوه إما ماتوا قبل أن يبعث وهو صبي، وأما الكافل الأخير الذي تكفل به حتى عاش 10 سنوات النبي، حتى بلغ 50 سنة من عمره، أي 10 سنوات بعد بعثته، ومع ذلك يموت على الفراش مشركا، ويجتهد الحبيب، صلوا على الحبيب، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله حاج لك بها عند الله يوم القيامة، ومع ذلك يموت على ملة أجداده. ويحزن النبي حزنا شديدا لوفاة عمه على الشرك، رغم ما قدمه عمه من خدمات جلى للإسلام لم يقدمها أحد. أي دروس نفهمها؟ أي دروس نستشفها من هذا الانتقال العجيب من كافل إلى كافل؟ فلم يأخذ عمن تكفل به لا توجيها ولا مرجعية ولا، سبحان الله، خالفهم في الفكر، خالفهم في المنهاج، خالفهم في العبادة، خالفهم في كل شيء. فلو كان قد أخذ منهم شيئا لأخذ منه عبادة الأصنام، ما عبد الأصنام قط. لو أخذ منهم ومن أخلاقهم شيء لأخذ الربا، ما مارس هذه الأعمال قط. صلى الله على الحبيب. أية رسالة يرسلها الله تعالى وأنت تدرس سيرة النبي في صغره وانتقاله من بيت كفيل إلى كفيل، أي رسالة تأخذها؟ قول لله الرحمن، حركت عقلك، حركت عقلك، لأن الله هو الذي ربى النبي على عينه، والله أراد ألا يجعل للنبي، لا يجعل لأحد على النبي سبيلا. يريد أن يقول الله بلسان الحال لكل من درس سيرة الحبيب: إن الله تعالى هو الذي كان يرعى النبي بعينه ويربيه بعينه، ولتصنع على عيني. يقول الله لموسى، وموسى أقل منزلة عند رسول الله، عند الله من رسول الله: ولتصنع على عيني. فكان يصنع على عين الله حتى لا يوجد بعد بعثته من يقول: لقد ربيتك، لقد أثرت فيك، لقد أطعمتك، لقد كونتك. فيكون للبشر على النبي نعمة تجعل النبي يستحيي من ذلك الذي له عليه النعمة أن يقول له الحق. أراد الله أن يستفي النبي لنفسه ولا يجعل لأحد على النبي نعمة كيفما كانت. حتى اللي رباوه هو اللي كان نعمة عليهم. من مشى عند سعدية، من اللي مشى اللي ولا عندها الخير، وتدفق الحليب في صدرها، وتدفق الحليب من ضرع النعاش. هو صبي أينما انتقل كان فضل الله على البيت الذي نقل إليه النبي، وليس هنالك فضل للبيت الذي استقبل النبي على النبي، إنما الفضل للنبي على البيت الذي استقبله أما أبا زوجة أولادا أرضا حيوانات جمادات، كلها نعمت بهذا الخير الذي يحل بحلول الحبيب. صلوا على الحبيب. ولذلك ابيك يقول: والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو شدة طلوع النهار. ما معنى الضحى؟ والضحى والليل إذا سجى. الضحى هو إشارة إلى بزوغ الإسلام في فجر الإسلام. فوقاش نزلت هذه الآية في بداية الوحي، كأن الضحى تشير إلى أن الوحي الآن يعيش أيامه الأولى، أي يعيش أيامه الأولى كبداية اليوم حينما تطلع الشمس، يعني طلوع الشمس الجديد
هو صورة لبداية الوحي الجديد. والضحى والليل إذا سجى، أي أن الشرك والظلام سيمحوه هذا الضحى، شمس الضحى ستمحو ظلمة الليل كما يمحو الوحي ظلمة الشرك والظلام. الله الله، ببعثة شمس الهداية رسول الله، فشمس الضحى تمحو ظلام الليل، وشمس الهداية الربانية محمد سراج المنير يمحو الله به ظلمة الجهل وظلمة الضلال وظلمة الشرك وظلمة الانحراف. صلوا على حبيبي، صلوا على الحبيب. ما أحلى إبلة الله الرحمن، ما أحلى ما أحلى ما أحلى ما أحلى ما أحلى العيش مع الحبيب صلى الله على الحبيب. يا الله. والضحى والليل إذا سجى، شوف شوف، ما ودعك ربك وما قلى، لأن هذه الآيات كما سنرى حينما نصل إلى بعثة النبي الحبيب صلوا عليه، سنعرف إن شاء الله أن هذه الآية نزلت بعد أن فتر الوحي بعد نزوله في البداية، أي أن أياماً مرت بعد نزول الغيث الأول من الوحي فانقطع الوحي عن النبي، حتى ظن النبي أن الله قد قلاه، أي قد جفاه، أي قد أبغضه، وكأن النبي أحس أنه فعل شيئاً منكراً اطلع الله عليه فكرهه به، وبذلك عاقبه الله تعالى بقطع الوحي عليه، فكان يذهب إلى قمة الجبل ويريد أن يلقي نفسه من شاهق فلم يتحمل افتراق الوحي عنه، لم يتحمل فراق جبريل ضيف الرحمن الذي يحل ضيفاً على أمين الوحي في الأرض رسول الله. ولكن شو اسمه؟ قال له ما ودعك ربك وما قال، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذا ما يهمكش، ما يهمكش، إنما قطع الله عليك الوحي لفترة، علاش؟ علاش؟ لتزداد شوقا إلى الوحي لتزداد شوقا إليه. الله 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 الله. أما أنت يا محمد، هذه المعاناة التي عانيتها من أجل توقيف الوحي عنك أيام هي لكي يرفع الله قدرك، فالآخرة لك خير من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، حتى ترضى، حتى كان الله تعالى دائما دائما مولانا جل جلاله في عليائه يريد دائما أن يرضي نبيه. عمرو شتو الرب تبارك وتعالى يسارع في إرضاء نبيه؟ يقول سيدي ربي سبحانه وتعالى في القرآن، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللي بغيته يا محمد أعطيته لك. الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ألم يجدك يتيما فآوى. من الذي آواه؟ من الذي آواه؟ ما نيش اسمعكم. من الذي آواه؟ الله هو الذي آواه. أما قضية جده، قضية أمه، قضية عمه الذي تكفل به، فهي أسباب يتخذها البشر في الأرض. أما الإيواء الحقيقي، أما التكفل الحقيقي، أما السهر الحقيقي على تربية وتنشئة نبيه بالأحداث، يربي الله نبيه بالأحداث، هو الله، هو الله، هو الله. لأنه واحد العدد نتاع الناس واسمه هو الدور تاعهم مع وليداتهم، واسمه هذا، واسمه الدور تاعهم مع وليداتهم، واسمه هو غير صرفه، غير صراف، يوكل ويشرب، يوكل ويشرب. قدم استقالته في تربية أبنائه، فكان يعتقد دائما أن مهمته في البيت هي أن يحمل الكباصود ديال المصروف، هادشي اللي كان. واسمه يدير؟ يربي لهم الكتاف ويوكل لهم الكرش. أما تربية الفكر، أما تربية الروح، فقد قدم جل الآباء استقالتهم. يا الله. ولذلك هذا هو الدور اللي كان عند جده، كان
كانوا من الصغير كان يوكلوا، ولكن حتى ذاك التوكيل ما كانش يوكلوا، لان منين كان يحل في تلك الديار كانت البركه ينزلها ربي على ذاك الدار، يعني كانوا هما وياكلوا معه. حتى قضيه تغذيه بدنه والتي هي في مستطاع ومتناول من تكفل به لم يكونوا يقومون بها، إنما كانوا هم المنتفعون بها، لأن النبي إذا حل ببيوتهم كانت تحل البركات ويفيض الله تعالى الخيرات بحلول النبي عليهم، ولذلك فهم يحبونه، ما يبغيوش يخرجوا، ما يتمنوش يخرج عليهم من الدار، لأن عندهم فيه الربح صلى الله عليه. إذن هذه نتاع الماكلة ما عندهمش، ماشي هم مريها، فكيف يمكن أن تكون للفكر وللروح؟ ما يمكنش. ألم يجدك يتيما فآوى، لقد آواك الله. لنفرض أن أباه عاش، ولنفرض أن جده عاش، ولنفرض أن عمه عاش، وعمه عاش حتى دخل الإسلام، ومع ذلك فللنبي في قومه حين بعث له كلام، والكلام الذي جاء به النبي ثقيل، والكلام الثقيل هو الوحي، والوحي جاء ليحرر قلوب العباد من كل معبود غيره، ويحرر أفكارهم التي عشعشت في عقولهم، فجاء لكي يقوم بعملية تغيير جذرية لا يقوم بها أحد ولا يستطيع إلا الأنبياء، ولذلك عرضوه وقتلوه وسبوه وشتموه، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. هل كان النبي ضالا بمعنى الضلال، بمعنى أنه كان يسجد للأصنام؟ ما سجد للأصنام. هل معنى كان ضالا أنه كان يزني كما يزني الآخرون؟ حاشا. هل معناه كان حاشا؟ ما معنى ضالا ثم هداه الله؟ أي ضلال هذا الذي أثبته الله في قرآن للنبي؟ ما هو؟ منهاش. كان يبكي ويسأل حين يرى الناس يعبدون الأصنام ويتهارشون ويتقاتلون تحت رايات عمية القومية العربية، كان يسأل الله في الليل حينما كان يتحنث، يقول: يا رب أنا أريد الهداية لهذا القوم، لكن ليس لي منهاج أعتمد عليه لكي أقوم بتبليغه إليهم. الوحي، كان ينتظر الوحي، كان ينتظر مشروع الإصلاح من السماء. فالضلال هنا كان ضالاً عن منهاج الأنبياء، عن كتاب سماوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كان يحتاج إلى مشروع إصلاح. الله الله، وخ أنت يا رك يا إلهي، وخ رك تصلي ويمكن تكون ضال ولا ما تكونش ضال، رك تصلي وتصوم ويمكن تكون ضال ولا ما تكونش ضال. ما معنى نقول لك انت راك ضال؟ ما معنى؟ ماشي معنى ما راكش تصلي، يعني تصلي وما عارفش المقصود نتاع الصلاه، تصوم ما عارفش المقصود نتاع الصلاه، ضال عن الهدف وضال عن المنهج الذي يوجهك، عايش مسلم بحال المسلمين والسلام عليكم. انا ندير كيما يديروا الاخرين وصافي، انا صرت با يصلي وراني نصلي، انا صرت روحي يسموني عبد الله راني مسلم بالسميه وبالحاله المدنيه وبالبلاد اللي نعيش فيها وبالعربيه فقط. أما أنا في حقيقة الأمر ضال عن منطلقات هذا المشروع، عن أهداف المشروع، عن مقاصد المشروع، فهو وسط المسلمين ويعيش الضلال. وليس بمعنى الضلال أنه ضل عن الإسلام، أي عن أصل الإسلام، الأصل بتاع الإسلام عنده، ولكن الضلال فاش في المنهاج الذي وجهه. منين تشوف مثلا العالم العربي كل شيء انقسم على الكورة، العالم كامل انقسم على الكرة، الكرة 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 الكرة، ولات دولة تسب في دولة، واجمعهم القرآن قال لك، واجمعهم الكعبة، واجمعهم الإسلام، واجمعهم العروبة، واجمعهم الدين، واجمعهم المبادئ، واجمعهم اللغة، واجمعهم الهوية، والكرة اللعب 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 تاع الهوى، هوى هوى فراغ في فراغ. ولات الأمة
والعياذ بالله شي يقدح في شي، شي يضرب في شي، شي يسب في شي، وخرجوا الشواقر وخرجوا الكذا. يا لطيف يا لطيف، وراهم يتقاتلوا، وهذاك الغى السفير وانقطعت العلاقات ويتوعد بعضهم بعضا. هذه امه ضاله ولا ماشي ضاله؟ ضاله ضاله ضاله. تحتاج الى محمد من جديد، تحتاج الى محمد من جديد. كما قال برنارد شو الفيلسوف البريطاني: لو كان محمدا حيا لحل نزاعات العالم كله وهو يرتشف فنجان قهوه. قال فيلسوف بريطاني. ما معنى لو كان محمد حيا؟ اي لو كان منهاجه الذي هداه الله له، لو كان مطبقا في حياه امه رسول الله، لحل الله بهذا المنهاج مشاكل الامه كلها. لا اله الا الله. احنا الان الحجاج راه يمشيو للحج، واحد العدد نتاع الناس ما بغاوش يديروا التلقيح، بغاوش يديروا التلقيح وما خلاهمش يمشيو يحجوا. وبالسيف عليك دير التلقيح ولا ما ديرش الحج. ومازال الطب وكل شيء كيقولوا هذا اللقاح لا زال في طور التجربه ويحتاج لكي يعمم، شحال يحتاج؟ الى 6 أشهر على العقل. ومنظمه الصحه العالميه اوماس قالت لهم انا لا اتحمل المسؤوليه نتاع اي اثار جانبيه يمكن ان تحدث لمن لقح. والمغاربه يفرضوا عليك تلقح، هذا ضلال ولا ماشي ضلال؟ ضلال ضلال. ما معنى ضلال؟ ماشي خرجوا عن الدين، ضلوا عن المنهاج. لان المنهاج السليم يقول لا تعرض نفسك لخطر، لا تقدم على ان تلقي بيدك الى التهلكه. فالاطباء يقول ربي سبحانه وتعالى يقول واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر في مجال الطب هم الاطباء، هم المتخصصون، يقولون ويحذرون انه ينبغي ان تتريثوا ولا تلقحوا اولادكم. فان بعض الدراسات المتخصصه تقول ان اللقاح الذي اذا اخذ يمكن ان يؤدي الى العقم، الى عقم والى اثار اخرى. واحد ثلاثة في مراكش ما بغاوش يديروا التلقيح، ما بغاوش يديروا التلقيح. واسمو داروا لهم؟ ما بخلاهمش يمشي هو ومرته وولده. قال لهم والله ما راني دايرو، وهذا الحج انا ما نحجش كاع سيدي، انا ما نحجش، لان سلامة الابدان قبل سلامة الاديان. ما ويبقى يفكر الانسان يقول علاش مثلا الانسان حتى سجلنا كاع اللي سجل الحج بغى يمشي يحج، وواحد العدد نتاع الناس سجل مع وليداته بحال العبد الضعيف بغينا نمشيو مع الوليدات يحجوا، وغير غير حنا اللي ما جاتناش الاخرى. كيفاش هاش؟ باش يعرف الانسان بان لله في كل شيء حكمه، لله في كل شيء حكمه سبحانه. يفرض عليك تلقح، هذا ضلال. علاش ضلال؟ لأنك لا تعتمد على العلم اليقيني عند أهل الذكر. ويقول لك سبحان الله يضلون الناس. أنا حضرت لواحد الندوة داروها المغاربة في وجدة على قضية اللقاح، يدافعوا عن اللقاح بزاف، احنا كذا وحنا كذا وخصكم ما تخافوش، والناس اللي راهم يقولوا لك سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، اي هداك الى المنهاج. هل منهاج شكون نزله؟ ربي. هل كان لي عبد المطلب زيد، هل كان له دخل في المنهاج؟ هل كان لو كان لعمها ابي طالب دخل في المنهاج؟ هو حارب المنهاج، عمه حارب المنهاج، عمه اللي تكفل به حارب المنهاج. ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحق. قال انه ليس من اهلك، إنه يضاد منهاجك يا نوح، هو ولدك ولكنه يضاد منهاجك. ربي يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أنه يمكن أن يخرج الله من صلبك من يكون عدوا لمنهجك. فعمك ليس بدعا من القول ولا استثناء من القاعدة. فلنوح ابن، ولإبراهيم أب، وللوط زوجة. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تستطيع هداية من أحببت، إن عليك إلا البلاغ. ألم يجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. واحدين يبقوا يتفكروا يقولوا كيفاش وجدك عائلا فأغنى؟
العيلة هي الفقر، فكيف أغناك؟ قالوا بتزويج خديجة الغنية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنا ما نقدرش نقول هكذا، يعني المفسرين قالوا هذا، يعني كيقولوا من جملة يعني المعنى نتاع لم يجدك عائلا فأغنى، أن الله تعالى سبحانه لما زوجه بخديجة وهي أغنى نساء العرب وأغنى نساء قريش لما جربته في التجارة كما سنرى، يعني كأن الله تعالى أغناه بضم مالها إليه. وهنا واش بنقول؟ ماشي هذا هو. أنا استغفر الله استغفر. أنا العبد الضعيف واش بقى يقول؟ أقول إن الله تعالى وجدك عائلا فأغناك هو سبحانه. فين ما مشيت ربي منزل عليك البركة. يعني ماشي غناك حتى الزوج حتى قاعد لك 25 سنة، لا أنت مذ ولد تشوف أنت غيزت ودارتك حليمة في صدرها، إذا بالله تعالى يغنيك باش بأعظم مادة تعتمد في التكوين الأول عند نمو الصبي وهو الحليب. أيوة. ومنين مشيت له ومنين فت له كبسي. رعاية الله كانت ترعاك ورزق الله كان ينزل عليك تطرى من السماء، بل ينزل على كل من مسك أو تقرب منك أو عاش معك، فكل من عاش مع النبي سعد، وكل من اقترب من الحبيب سعد، وكل من أحب الحبيب سعد، رزقنا الله حب الحبيب. هو ما عال عليه، راه خديجة عال عليه وخى بمالها، لأن الغنى الأكبر لدته خديجة ما ادتوش منين كانت وحدها، منين زوجت بسيد النبي فما عاد جاها الغنى الحقيقي، جاها الزوج المبارك الطيب. والأرزاق ليست محصورة في المال، ولكن الزوجة الصالحة رزق، والخلق رزق، والإيمان رزق. فكانت أول من آمن برسول الله، فالله أغنى خديجة برسول الله ولم يغني النبي بخديجة. الله 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 الله. ولذلك من نقرأ يقولوا ألم يجدك عائلا فأغنى، يقولوا باللي الله تعالى أغنى النبي حينما تزوج بخديجة عندها الفلوس. يا ودي ترك الغنى قصرته على الفليسات وقصرته. كان الله تعالى يغذ بالنعم على النبي منذ ولادته وقبل ولادته، وكل من اقترب بالنبي هو اللي كان يربح، هو اللي كان. ولذلك دائما نؤكد على أن الفضل بعض الله على البيت الذي استقبل محمد، بعد فضل الله فضل النبي على البيت وليس فضل البيت. ومنين مشى تزوج بخديجة كان فضل رسول الله على خديجة واه 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 واه. فين بانت خمسة الأموال تحا مع الإيمان الذي أكرمها الله به حينما تزوجت بالنبي؟ يا رب يا رب. واسمه هي خديجة لو كان ماشي النبي، واسمه هي خديجة، نقول أول من آمن برسول الله خديجة. سيد النبي تجي عنده خديجة وينزل جبريل يا الله يقول له يا محمد أقرئ السلام من الله على خديجة. وي وي يا ربح يا ربح. فين بنت ربع دورو ديالها؟ فين فين فين؟ فيقول رسول الله هذا جبريل يا خديجة يقرئك من الله السلام، فلا يوجد على وجه البسيطة من آدم إلى أن تقوم الساعة امرأة حظيت بتسليم الله عليها إلا خديجة. ثم قال لها عاد في التالي شو الغنى الحقيقي اللي ما يفناش؟ وبشرها، قل لها إن الله يبشرك ببيت من قصب، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وين أودي فينا أودي؟ ووجدك عائلا فأغنى. لذلك فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه من نعم الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. كنت يتيما فآواك الله، كنت ضالا على المنهاج الذي تعتمد عليه في إخراج الناس من الضلالة إلى الهدى فأكرمك الله بالوحي وبالقرآن، وكنت عائلا فأغناك الله تعالى بما ينزل عليك منذ خرجت إلى الوجود من خير عمه عليك وعلى كل من اقترب منك. فصلوات ربي وسلامه عليه دائما أبدا 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 على الحبيب رسول الله.
الله، سلام عليك يا حبيبي غلاما زكيا، خرجت من بطن أمك بنور أضاء قصور بصرى. سلام عليك حينما نزلت إلى الأرض، يداك إلى الأرض ورأسك إلى السماء. سلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله، حينما ودعتك أمك قائلة كن رجلا، سلام عليك. حينما كنت تجلس على فراش عبد المطلب فلا يجرؤ أحد على أن يزيحك منه، سلام عليك يا حبيبي يا محمد. حينما مات جدك عبد المطلب، سلام عليك في كل خطوة خطوتها، سلام عليك في كل زحف زحفته على بطنك صبية، سلام عليك يا رسول الله في كل كلمة نطقت بها، في كل حركة تحركت بها، سلام عليك سلاما لا ينقطع أبدا ولا ينتهي صرمدا. الله 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 الله. فمات جده عبد المطلب وانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب. الله، وتخيلوا الآن شكون هو الآن سيد مكة؟ شكون بعد وفاة جد عبده؟ شكون؟ أبو سفيان. مكة الآن أصبحت لها رئاسة سياسية أخرى، لم تعد الرئاسة السياسية لبني هاشم، فلقد انتهت الرئاسة السياسية لمكة، انتهت في سلالة بني هاشم في جده عبد المطلب، وانتقلت إلى بني عبد شمس إلى أبي سفيان. الله، وانتقل الحبيب صلوا على الحبيب إلى دار عمه أبي طالب. شحال كان عنده تاع الأولاد؟ أبو طالب خير ربي، والبنات خير ربي. شكون هي زوجته؟ كيف سميوها زوجته؟ مرت عمو كيف سميوها؟ الله يرحم والديكم، اللي جاوبها نعطيها 20 دورو. شكون هي الزوجة اللي غادي يتنقل عندها سيدنا رسول الله وهو عنده 8 سنين؟ 8 أعوام سينتقل إلى عمه أبي طالب عند زوجته المباركة الطيبة الرفيعة القدر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمي بعد أمي، فأحبته حبا جنونيا أكثر من محبة آمنة لمحمد، أحبته زوجة أبي طالب. شكون هي؟ كيسميوها الواش؟ إيوا قولوا لي كيسميوها. أمي أنتي احبابي احبابي حبيبي رسول الله مسكين، وشحال غريب بيناتنا وغريب حتى ما بين اللي راهم يصليوا معايا. يا ربي يا رب، قولوا لي كيسميو مرض ابي طالب اللي كانت يقول لها النبي هي امي بعد امي، هي امي بعد امي. شكون؟ انا بحال نسمع يرحم والديك. ما انا غير ندير لكم هكذا شويه باش تبقوا ان شاء الله. معليش انت ما عرفتوهاش، معليش. عاتك السيد قال لك عاتك، ماشي عاتك. شكون حبيبي؟ فاطمه زيد. فاطمة، رب فاطمة بزاف، ولكن هي هذه فاطمة بنته أسد. فاطمة وعقلها صاحبي، ايوا عرفوا سيدنا رسول الله صاحبي. غدا منين تلقى سيدنا ربي وتلقى سيدنا رسول الله تقول له هذه يمتك، بغيت نشوف انا يمك، انا بغيت نشوف مرت عمك اللي هي يمك، فاطمة بنت أسد التي أحبت النبي. يا الله، وشملته بحدبها ورعايتها وعطفها وحنانها، فكان الله يختار للنبي حينما ينقلب من بيت إلى بيت خير البطون وخير النساء وخير الرجال وخير البيوت. أنا ذاك لم تكن هنالك مرأة أفضل من فاطمة بنت أسد تصلح لرعاية محمد، فالله يختار لمحمد أفضل أفضل ما على وجه الأرض من الرجال والنساء. يا الله، علاش ما اختارلوش يتكفل بعمه أبو لهب وكان يبغي، وزوجته أم جميل
التي كانت تضع الشوك في طريقه حينما آمن. ها؟ لماذا اختار أبو طالب دفع عليه ويجوع من أجله واختار له هذا المين؟ فاطمة بنت أسد. إيه فاطمة، تعرفوا هذا فاطمة بنت أسد؟ ها؟ فوقاش آمنت هي؟ فوق السلمت، فوق السلمت، فوق السلمت هي الأولى مع الأولى، وخب رجلها أبو طالب لم يسلم هي آمنت. وشوفوا بعد منين أبو طالب كان فيه الخير، ما قالش لهاش على سلمتي، وما قالش لولده علي بن أبي طالب على سلمت، هما الأولى اللي سلموا. شوف كيف سيدي ربي يختار له البيت الذي لا يهدده في عقيدته، يختار له العصبة. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الجغرافية ويعرف الاستراتيجية، ويقول لأصحابه منين كان يتعذبوا: اخرجوا إلى أرض فيها ملك لا يظلم عنده أحد، عارف السياسة، عارف الملوك، عارف فين كاين الظلم، عارف فين ما كاينش الظلم. يا 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 فقه الواقع يا ودي، حنا يجي الفقيه ولا الداعية يدعي لسيدي ربي، يدعي غير من السماء للسماء، ما عارف لا واقع ولا اسمه يدورنا. شو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النار تشتعل في مكة لتحرق الأخضر واليابس، وينال أصحابه أشد الأذى، ويقول لهم: الآن عليكم أن تهجروا مكة فلم تعد صالحة، لا أمان فيها لأصحابي، اخرجوا وفروا بجلودكم وبدينكم. شكون عند واحد الأرض نتاع كفار ولكن فيها ملك نصراني ماشي مسلم لا يظلم عنده أحد. الله 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 الله. شوف لهاد البركه، شوف الخير يا سيدي. كيدي ما غاديش تحبوا فاطمه مسكينه من اللي كان ما عندهاش سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، وابو طالب يظل يخدم ويظل يجري، وذاك الشيء اللي يجيبه ما يقدش، ويتخاطفوا عليه ويتزاقوا عليه، واللي لحق على شيء مشى. اكو شوف اللي بجد تاعنا اللي لحق على شيء مشى. فلما حل النبي ببيت ابي طالب شبع أهل البيت، وكيقولوا كان أبناء أبي طالب إذا جاعوا وجيء لهم بالطعام ماش كان يدير؟ كانوا يسرعون ويتخاطفون، وكان بيصنع اسمه اسمه يدير، والنبي ينظر إليه ما يتخاطف ما والو. شحال عندهم من عام؟ 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، صبا. إذن واسمه هادشي؟ واسمه هادشي؟ هو الخير بزاف، وهما يشبعوا وكانوا يتخاطفوا، واسمه غادي يعالجهم ربي، يعالجهم الخطفة ما تبقاش. كيشوفوا النبي غير صغير عليهم وما يديهاش كاع، يقولوا واسمه هادشي؟ احنا مالنا رحنا دايرين عمام غير وحدهم. ما يدعي ما والو، هو مازال ماشي داعية.
هو غير الحاله نتاعو. كيفاش حنايا هو صغير حنا كبار نتخاطفوا؟ صافي بقاو صافي. مشات هذه الثانيه الخير اكثر وعم، فاحبوه لهذا الخير فاصبح محبوبا من هذه العائله، حب. فاحبه ابو طالب حبا جما، واحبته فاطمه حبا جما، واحبه ابناء عمه وبنات عمه حبا جما، صلى الله عليه وسلم. ما بقاوش يقدروا يستغنوا عليه صلى الله عليه وسلم. النهار الاول دار المكانه نتاعو في البيت، النهار الاول حقق لنفسه المكانه. الله تعالى، الله، الله سبحانه. من وراء كل ذلك الله. الم يجدك يتيما، قرا غير هذه وريح، الم يجدك يتيما. الحقيقه هو الذي اواك، اما قضيه انتقالك الى عمك هذا غير في عالم المحسوسات والاسباب، اما المسبب فهو الله. اما الذي يقلب قلوب من حل في بيتهم رسول الله الى محبته هو الله. والقلوب لا سلطان لاحد عليهم الا الله. يا الله، فاطمة بنت أسد قبل أن أودعها، اسمع يا سيدي، قبل أن أودع فاطمة في سيرة النبي صلاش، أحبته حبا جما ورعته الرعاية الرحيمة وحضنته أكثر مما حضنت أولادها بالرفق والرحمة والحب والحنان. فلما حضرتها الوفاة، اسمعوا اسمعوا، فلما حضرتها الوفاة، نودعها ان شاء الله، هي راه ما تفوقاش حتى تبعث النبي وامنته. فلما حضرتها الوفاة هي الوحيدة التي فعل النبي معها عند موتها فعلا لم يفعله مع احد. واسم دارها اللي جاوبها نعطي 20 دورو. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تاعنا. 40 دورو، 50 دورو، 55 دورو، غير شويه نلطفوا. يلا واش مدار معها؟ يقولوا لي الله يرحم والديكم، هذه فاطمه بنت اسد. ها؟ أي لا فض الله فاك وحشرك الله يوم القيامه مع حبيبك وعشت اياما مباركه مع امنا فاطمه. اذا حينما ماتت هي الوحيده التي ذهب النبي الى قبرها ودخل إلى قبرها ونام في قبرها وتحرك في قبرها ليوسع الله قبرها على أمه فاطمة، وأخذها النبي ودفنها بيده، فبكى عليها رسول الله. الوحيدة، الوحيدة، مش الوحيدة، الوحيد يعني، فالرجال في النساء من أمه، الذي تصرف معه هذا التصرف ليرد بعض الجميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر الجميل بل يعترف بالجميل بل يرد على الجميل ما هو أجمل منه. وهكذا النبي كله جمال، جمال في الخلقة كما سنرى، جمال في الخلق، جمال في الرعاية، جمال في الدعوة، جمال في الحكم، جمال في السياسة، جمال في الدعوة، جمال في الثقافة، جمال في المعاملة، جمال في الجوار، جمال في الإنسانية، جمال في كل شيء، جمال في الكرم، جمال في الصبر، صبر صبرا جميلا، اصفح الصفح الجميل، كل ما يصدر من الجميل جميل. صلوا على الجميل. الله الله الله، حبيبي رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، اطلب الله تعالى نتلاقاك يا حبيبي يا رسول الله، اطلب الله نتلاقاوك وتفرح بينا. الله، شحال انا اللي قلت نطلب الله نتلاقاك، نتلاقاوك نتلاقاوك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لا اله الا الله محمد رسول الله. اما الحاضنه الاخرى، هذه المره الاولى اللي كان عنده زوج حاضنات، شكون هما؟ شكون هما؟ فاطمه رحنا قلناها، والحاضنه الثانيه اللي كانت مع شكون هي؟ ايوا ام ايمن، عندكم تنساوها. نتكلموا على ام ايمن قبل ان نودع هذا البيت. نتكلم عن الحاضنة الثانية التي عاشت معه، وكانت هي من أوائل من آمن برسول الله، أم أيمن، بركة، بركة الحبشية،
من الحبشة، من إثيوبيا، من السودان. السودان، السودان الحبيبة، السودان. تعرفوا ذو الحليفة ولا ما تعرفوا ذو الحليفة؟ اسمه ذو الحليفة، هو الميقات المكاني الذي يحرم منه الحجاج من أهل المدينة. كي تخرج المدينة تمشي لواحد المكان يقول ذو الحليفة، اسمه بيار علي. على اسمه ذو الحليفة بيار علي. شكون هو علي؟ شكون هو علي؟ شكون هو علي؟ علي ابنه؟ شكون هو علي؟ ها؟ علي، قريب تقولوا علي بن أبي طالب. علي من السودان، من دارفور، سمي البئر أيوة باسميته لأنه هو الذي حفر هذا البئر لتسهيل مسألة تنظيف الحجاج عند الإحرام. أصحاب السودان اللي رها اليهود بغات الآن تشتتهم، المخططات، كل المخططات لتفتيت السودان. دارفور من أكبر المناطق، زيد هو من أكبر المناطق، زيد اللي فيها أكبر عدد نتاع حفاظ كتاب الله، كالنحل لهم دوي من القرآن كدوي النحل. ايه يا سيدي الله، منهم شكون هي؟ أم أيمن، أم أيمن السودانية، لأن الحبشة واسمه يقولها، الحبشة يقولها أثيوبيا، ولكن الأثيوبيا واسمه كانت هي السودان، السودان الشرقي والسودان الغربي، كان كله سودان، حتى جاء الاستعمار، هذه أثيوبيا، هذه إريتريا، هذه الصومال، هذه السودان، أما هو كل شيء السودان، إذن كانت سودانية، والله. وأم أيمن هذه كان يحبها رسول الله حبا جما. أمورك عارفين الأمين كي دايرة، واحد النهار لغات النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت له طعاما باش تعرفوا المنزلة نتاعها عند رسول الله. ملي كانت هي تحضنه وتربيه، جاء عندها واحد النهار فقدمت له طعاما، وكان كان توحى إليه، كان رسول تخيل، وما بغاش ياكل النبي صلى الله عليه وسلم، ما حطت له الماكلة ما بغاش ياكل، إما كان صائما أو كان شبعانا، ما قالهاش، ما قالت له علاش ما تاكلش؟ علاش ما تاكلش؟ فرفعت صوتها وغضبت، غضبت، تدل بنفسها عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك. منين يوصل لواحد يزعف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسيد النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم له ويحسبها بحال امه، أعرف باللي المقام انتحى عند رب العالمين ماشي سهل. يا ربي يا ربي يا ربي. فكان يجلها كما يجل أمه. أشوف يا حبيبي، الحبيبي رسول الله الأدب الرفيع، كان بإمكانه يقول لها الرسائم تقول له علاش تصوم، ني جيت عندي ما تصومش، أنا وجدت لك الماكلة اللي نبغي خصك تاكل. لا إله إلا الله. ولذلك زوجها النبي لحبه زيد بن حارثة، ولما توفي النبي، لنودع إن شاء الله هذه الحاضنة، نقول لكم فيها زوج تاع الفكرات إن شاء الله تعالى، ونودع إن شاء الله تعالى هذه الحاضنة، إلا ما كان من أحداث تكون فيه أم أيمن حاضرة بقوة. لكن الآن إن شاء الله تعالى كاين زوج تاع الصور، ما تمشيش بالذهن ديالك على أم أيمن. الصورة الأولى هاجرت لوحدها في يوم شديد الحر وهي صائمة. الله، اسمع أحبيبي، الله يخليك، راه الساعة مشى الحال، اسمع لي هذه، الله يرحم والديك، باش تعرف المنازل نتاع هذ الناس اللي رحنا نتكلموا عليهم. هذه ماشي المغنية شادية، هذه ماشي هذا اللي راه مولاوي. اسمع، هاجرت وحيدة وصائمة 500 كيلومتر وحيدة تنصر هذا الدين. إيه هي الإنسان تاع المسلمين. فلما غربت الشمس وحان وقت الإفطار ليس لها ماء ولا تمر، لا ماء ولا تمر، فاستمرت تمشي وقد بلغ بها العطش مبلغا عظيما،
فرفعت يديها إلى السماء فقالت: يا ربي أغثني، أنا حاضنة نبيك، يا ربي أغثني. فسمعت صوتا في السماء فرفعت عينيها، فرفعت عينيها، فماذا رأت؟ ماذا رأت؟ جرة من الماء تنزل من السماء، فأخذتها بيدها. اسمعوا الكرامات انت حد الناس كديري. فرفعت هذه الجرة من الماء البارد، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، فوضعت الجرة في فمها فسمت الله فشربت. أقسم بالله الذي فطر السماوات والأرض، عمره ما عطشت في حياتها بعد هذا الشرب. أم أيمن معروفة أنها لا يصيبها العطش، أقل عليها مزيان، ما تعطش لأنها شربت بالماء اللي ينزل من السماء. الله، لا إله إلا الله. على كل، سنقف إن شاء الله عند حاضنة النبي أم أيمن، وقفنا معها في هجرتها ومع إفطارها العجيب، لنواصل سيرة الحبيب. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، نسترسل مع أم أيمن وأبي طالب والنبي في بيت أبي طالب. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، هذا الإمام تاع الجامع، واحد الجامع احنا عندنا مجيته كيسمي، وهذيك الجهات ذيك العساكرية وهذاك الشيء، يعني الجامع تما يقطر وش لا صوالح يخصو ديال اللي بغى يعاونوا إن شاء الله تبارك وتعالى يعاونوا، جزاكم الله خير. وحده يلا يجزيكم بخير المسجد تما إن شاء الله. كاين ذاك الوليد اللي غادي يديهم ثاني عاود داك الفرنسا، عنده الفيزا وعنده كل شيء، ها هو السبنيوس الله يجازيه بخير، اللي بغى يعاونوا الاموين ديالو راه هنا بالملف. ذيك المره ما كاين والو، ما كانش شي حاجه، ما جمعنا لها والو. وعندي هنا ان شاء الله شي دواء ديال السرطان اللي يقدر يشريه وحده واحد الاخت، وما جبتش حتى ذيك الورقه تاع او عندي هذه في السياره. يا الله. هذا هو اللي كنا قبيلات، يعني الفقيه نتاعنا متطوع وفي سبيل الله، يعني عنده 4 ديال الوليدات بدون اجره، يعني يسكن في ذاك المسجد تاع الباديه ديال العساكريه. نسال يعني المصلين في هذا الاخر ان يساهموا في اصلاح هذا المسجد وفق ما يستطيعون، يحتاج للترميم والكهرباء. والفقيه احنا قلناه ان شاء الله تعالى هنا، الله يجزيكم بخير. هذا كيسال حصل الوقت مشى ان شاء الله تعالى، هذا السؤال حتى المره الجايه ان شاء الله. ولكن يا رب يا رب، انا الولد هذا اللي ما راش مزيان مع الوالد ديالو وهذاك الشيء، نقول له ان شاء الله تبارك وتعالى كيف ما كان الحال، ينبغي أن يتعامل مع والده كما أمر الله تعالى، وصاحبهما في الدنيا معروف، وخا طلق أمك، وخا هذا الوالد ديالك، واش غادي تصيب شي والد أخر ولا هذا هو الوالد ديالك، وكان يجي وكان يدير الخير في الوالدة ديالك وفي خوتك، ولكن أنت من عقيتها راك حرمت الخير حتى اللي كان يديره في خوتك. علاش؟ أنت كتحمل الآن الإثم ديال العقوق ديالك، وتحمل الإثم نتاع ذوك الوليدات اللي كان الوالد نتاعهم يجي عندهم وينفق عليهم، والآن بهذه الطريقة راك. اتق الله يا أخ الإسلام، اتق الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. نعم نعم، هذا عنده واحد باش مريضة، باش مريضة
المريضة بالكونسير هذا عاودك عنده واحد البنية، واش خصك دواء ولا واش؟ صافي ها هي الورقة كاين ديال الدواء وهذاك الشيء ها هو إن شاء الله اللي بغى يعاونوا. أعانكم الله، الله يحفظكم، الله يجزيكم بخير، الله يكرمكم إن شاء الله تعالى يا ربي، الله يحفظكم.